على هذه الحالة.
يعتقد بأن لا أحد يقدر يزول الجمال الداخلي، وإنما أهم شيء هو المظهر الخارجي، ولكنه كان مخطئا. على بعد بضعة أميال من القصر شاب يدعى كاستون، شاب طائش وأهوج للغاية، يرى نفسه بأنه الأفضل والأقوى، أراد الزواج من بيل لكنها رفضت لأنه لا يهتم إلا بمظهرها الخارجي. ومع ذلك لا يظل يلاحقها ولم يحترم ردها. في يوم ما كان والد بيل متوجه للمدينة، قرر أن يسلك طريقا مختصرا، ولكنه وجد الطريق مظلم وغير منتظم، فأمتضت الحصان وطلبت منه أن يأخذها لوالدها، فحملها الحصان مسرعا للقصر. وصلت بيل إلى القصر وبدأت تبحث وتنادي والدها في كل مكان، إلى أن وجدت والدها ملقى على الأرض
في السجن. حاولت إخراجه قبل أن يراه أحد. قال لها والدها أن ترحل بسرعة وتنقذ نفسها، ولكنها رفضت. وصل الوحش وهو غاضب جدا. توسلت إليه بيل بأن يطلق سراح والدها، ولكنه رفض، فطلبت منه السماح بتوديع والدها على الأقل، فوافق. فتح الباب لها. دخلت بيل السجن لتودع والدها، ولكنها قامت بإخراجه. أقفلت الباب على نفسها لتحل مكانه. تفاجأ الوحش وتفاجأ والدها. أصبحت هي السجينة بدلا عنه. فقام الوحش إخراج والدها من القصر، وبقيت بيل في السجن. بدأ يفكر الوحش متفاجئ بتضحية بيل، وبدأوا حراس القصر إقناع الوحش بأن يخرجها من السجن، وقالوا له ربما تنحل اللعنة على يديها، ربما تقع في حبك وتزول عنا وعنك اللعنة. فكر الوحش ووافق. سمح لبيل أن تقيم في القصر على شرط أن لا تقرب الجناح الغربي من القصر، فوافقت. أظهر الخدم أنفسهم لبيل بهيئتهم كأدوات منزلية. فتفاجأت بيل للغاية. أواني وأدوات منزلية تتحدث، كيف يعقل ذلك؟ بعد مرور الأيام كانت بيل حزينة للغاية، فهي قد فقدت حريتها وأبتعدت عن أبيها. بدأت تشتاق له، ولكن بدأ الوحش يتغير، فصار أكثر هدوءا وأحسن تعامله مع بيل. قررت بيل بأن تتعرف عليه أكثر بعيدا عن نظره الخارجي. وبمرور الأيام بدأت السعادة تتسلسل لقلب الوحش، وبدأ يحب بيل كثيرا، فأصبحوا أصدقاء. أعطى الوحش هدية لبيل، مرآة سحرية تستطيع من خلالها رؤية أي مكان تحلم فيه. فقالت له أريد أن أرى والدي وأطمئن عليه. فرأت في المرآة أن والدها مريض للغاية، فقلقت جدا وطلبت من الوحش السماح لها بالذهاب لزيارة والدها، ووعدته بالعودة إلى القصر. قرر الوحش أن يثق في بيل بالرغم من أن الخوف والألم كان يعتصر قلبه، خشية ألا تعود إليه بيل، ولكنه تركها ترحل. فحينما وصلت بيل إلى المنزل رأت والدها وأخبرته بأن الوحش كان طيبا جدا معها. ظلت بيل مع والدها بضعة أيام. علم سكان القرية بما حدث مع بيل،
Can you stop?